اكثر من اللي قال لكم عزيز رئيس الجمعيه المغربيه، اللي غنقدر نقول لكم باننا حنا تقارنا مع الشعب المغربي، وبالتالي حنا هنا اليوم وحنا غدا وحنا بغدا الى ان تغير كل هذا الواقع اللي المشين والمتردي وهذا الواقع ديال القمع ديال الغلاء ضد التطبيع. حنا اليوم من اجل هذا واقفين، وقفنا سلميه وغنوقفوا وغنبقاو واقفين، ومازال عندنا يعني مشروع طويل في النضال، وبالتالي ما غاديش رهبنا اليوم هذا الحصار اللي كنعيشوه، هذا القمع الشرس اللي كنعيشوه. حنا مستمرين ولا زال للغد بقيه. تابعونا معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.